السلام عليكم متابعينا الكرام، قبل البدء لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. المتحدث باسم وزارة التربية: قرار الدخول الشامل بالامتحان الوزاري شمل فقط تلاميذ مرحلة السادس الابتدائي. الوزارة لم تصدر قرارا للدخول الشامل يخص مرحلتي الثالثة المتوسطة أو السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024. قرار شمول الطلبة بالامتحان الوزاري لهاتين المرحلتين هو إما النجاح بجميع المواد الدراسية في السعي السنوي، أو إذا كان الطالب مكملا بثلاث مواد دراسية بعد إضافة 10 درجات ضمن السعي السنوي. المؤتمر الصحفي لتعديل سلم رواتب الموظفين في مجلس النواب: نفس الوقت ايضا سنقوم انا والنائب هادي السناني بجمع توقيع الساده النواب، لان اغلب النواب في مجلس النواب هم مساندين الى قضيه مظلوميه الموظف وقضيه قانون اللي في الخدمه المدنيه لتحقيق العداله الاجتماعيه في سلم الرواتب. وهذه التوقيع راح نطالب بها الاسراع في اعاده القانون الى مجلس النواب، واستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء لإيضاح كافة النقاط والأمور المتعلقة بالتدفق الحاصل في إعادة هذا القانون. النقطة الثالثة أيضا سنقوم بترتيب لقاءات مع ممثلي المحافظات في لجنة التخطيط الاستراتيجي واللجنة المالية، لأن اللجنتين لهم علاقة مباشرة حول القانون و مناقشات الجنب المالية بهذا الأمر. ولذلك إحنا نوعد جمهور الكريم ونوعد الموظفين بأن مجلس النواب هو لخدمة المواطن، وهذا واجب وليس منه أن إحنا نشارك الموظفين اللي يعانون من قلة الرواتب. وذكرنا يعني أبسط مثال عامل النظافة اللي راتبه 170 ألف دينار وهو يمتهن مهنة مقدسة لنظافة المدن ونظافة الشوارع والطرق، ولكن القانون فرض عليه رواتب ضئيلة جدا. واحنا ان شاء الله معاكم ونساند الاخوان اللي يعانون من الرواتب القليلة، ونكون معكم حتى يشرح هذا القانون كما وعدنا قبلكم الاخوان من ذوي الاحتياجات الخاصة بتشريع قانونهم، وكذلك الموظفين راح نحمل بقوة بهذا الاتجاه، وإن شاء الله نكون حسن. رئيس اللجنة المالية: جداول موازنة 2024 ستصل لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم. سيتم معالجة تثبيت محاضري وإداري بغداد ضمن جدول موازنة 2024. الحكومة سترسل زيادة مخصصات الدرجات الدنيا، وسوف نجري التعديلات اللازمة لشمول عدد أكبر من الدرجات وزيادة المخصصات وفقا لغلاء المعيشة. التخصيصات المالية لجميع ملاحق التربية ودرجات 150 ألف عقد ودرجات 50 ألف عقد مؤمنة بالموازنة الثلاثية وموجودة في جداول موازنة 2024. تعليمات مصرف الرافدين للتقديم على قرض من 5 إلى 20 مليون دينار. حملة نيابية لتعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة بمناسبة عيد الغدير وإعلانه عطلة رسمية. رئيس اللجنة المالية: ننتظر وصول جداول موازنة 2024 خلال الشهر الجاري، نسعى لتصحيح مسار الموازنة من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص وتقليل الإنفاق التشغيلي. هيئة التقاعد تزف بشرى إلى شريحة العقود من كبار السن. أعلنت هيئة التقاعد الوطنية اليوم الثلاثاء إضافة الخدمة العقدية وتصفية حقوق كبار السن العقود المحالين إلى التقاعد للأعوام 2023 إلى 2025. وقال إعلام الهيئة في بيان إن هيئة التقاعد الوطنية
تزف خبرا سارا إلى شريحة العقود من كبار السن المحالين إلى التقاعد استنادا إلى أحكام المادة 27 ثالثا من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 للأعوام 2023 2024 و2025 بإضافة الخدمات الأخرى إلى الخدمة العقدية وتصفية حقوقهم التقاعدية وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014. وأضاف البيان إن الهيئة أصدرت الإعمام المرقم 1175 في 22/4/2024 وعلى كافة فروعها. وزير العمل يمنح شهرا إضافيا للأسر التي لم تقدم البيان السنوي. منح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسد اليوم الثلاثاء شهرا إضافيا للأسر التي لم تقدم البيان السنوي. وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان إن أقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات استطاعت من إدخال استمارة البيان السنوي على الواجهة الإلكترونية وتحديث بيانات المشمولين بعد إكمال إجراءات تدقيقها من قبل اللجان الفرعية، مشيرا إلى إنجاز 1,896,000 استمارة بيان سنوي للمشمولين بالإعانة الاجتماعية. وأكد الموسوي إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية منح شهرا إضافيا للأسر التي لم تقدم البيان السنوي داعيا جميع الأسر التي لم تقدم بيانها السنوي لحد الآن إلى الإسراع بتقديمه عبر منصة مظلتي الإلكترونية تجنبا لعدم قطع الإعانة الاجتماعية نهائيا.